مصر ونبدأ أولى فقراتنا الإخبارية. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى. جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات، وده المحور اللي بيربط ما بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس امتدادا لطريق الأوتوستراد. كمان تفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي اللي بيربط ما بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي ولحد الأسمرات. وكالعادة يعني اطمن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، واستمع أيضا لآرائهم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم. وذكر المتحدث الرسمي أن جولة السيد الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي وحتى حي الأسمرات. بناء على تعليمات سيادتك يا فندم، تم الانتهاء وتشغيل محور حسب الله الكفراوي بطول 9 كيلو متر وبعرض من 4 ل 8 حاره مروريه. المحور ده يا فندم بيبدا من صينيه القمر الصناعي عند الشارع اللاسلكي وبينتهي عند التقاطع مع محور الدكتوره سميره موسى ونفق الاسمرات. المحور ده يا فندم بياخد القادم من مناطق جنوب القاهره والقادم من حلوان وطريق صعيد الحر، وبيقدر ان هو ينقله لمناطق القاهره الجديده ومن العاصمه الاداريه عن طريق عده محاور. محور الدكتوره سميره موسى، محور اللواء عمر سليمان، وبرضه يا فندم المحور ده بيقدر ينقل القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهره ومنها الى طريق السويس وصولا الى مطار القاهره الدولي ومرورا بمدينه الامل ومدينه نصر عن طريق محور شينزو ابي. وبيقدر يا فندم ياخد القادم من الجنوب وينقله مناطق شمال القاهره وغرب القاهره ومنها الى الجيزه عن طريق امتداد محور المشير ومحور جيهان السادات. طبقا لتعليمات سيادتك يا فندم، تم البدء في تشغيل المرحله الثالثه من محور جيهان السادات اللي بتنفذه وكاله الاسكان متمثله في الجهاز المركزي للتعمير. المحور ده يا فندم بيبدا من تقاطع مع شارع لطفي السيد عند منطقه نفق ابو حشيش. بكده يا فندم نقدر نقول ان احنا قدرنا نعمل تعدد وتنوع في المحاور للانتقال لمناطق القاهره المختلفه بدون استخدام شبكه الطرق القائمه وخاصه الطريق الدائري وطريق الاوتوستراد. بكده يا فندم قدرنا ان احنا نقلل زمن الرحلات، وبالتالي قدرنا ان احنا نرشد في استخدام المحروقات والوقود بانواعه. احنا قلنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المره اللي فاتت. ايوه يا فندم، هو مفتوح تمام. المحور نفسه يا فندم تمام. احنا دلوقتي يا فندم هنبدا في المنطقه المحيطه بالمحور ده. تطوير الطرق المحيطه يا فندم بمحور حسب الله الكفراوي عباره عن طرق قائمه هيتم توسيعتها فندم ورفع كفائتها باجمالي اطوال 18.5 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. الطرق انشاء جديده فندم هتبقى باجمالي اطوال 6 كيلو متر وبعرض من 5 الى 8 حره مروريه لكل اتجاه. اهم طريق يا فندم في الطرق المحيطه بمحور حسب الله الكفراوي هو شارع الخمسين يا فندم، بيبدا من القاهره الجديده وطريق العين السخنه القديم مرورا اسفل طريق العين السخنه الجديد عن طريق نفق القطاميه. النفق ده يا فندم حاليا اتجاه واحد، ان شاء الله هيبقى اتجاهين بعرض 5 حره مروريه لكل اتجاه. والشارع ده فندم هيوصل الى تقاطع محور حسب الله الكفراوي مع الاوتوستراد وصولا الى شارع اللاسلكي. وبكده فندم نقدر نقول ان احنا خلقنا محور موازي جنوب الطريق الدائري في المسافه من طريق الاوتوستراد مرورا بزهراء المعادي الى القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه الجديده. وبيتم برضه فندم حاليا انشاء محاور موازيه شمال الطريق الدائري زي محور الدكتور ياسر رزق ومحور الدكتوره سميره موسى. ايوه امير سيادتك شكرا. ده اللي هيربط المقطم بصلاح سالم، مش كده؟ تمام يا فندم، مش كده؟ تمام مش كده؟ طيب شاكرين. حاجه تاني؟ تمام كده. مساء طيبين. مساء طيبين. الى جانب المراحل النهائيه من محور الدكتوره سميره موسى الرابط بين حي الاسمرات ومناطق شرق القاهره والقاهره الجديده. شرفنا هنا يا فندم في محور الدكتوره سميره موسى اللي بيبدأ من شارع جمال محمد علي في منطقة زهراء مدينة نصر
بيتجه جنوبا في أرض المعسكر ثم بيعبر طريق المشير طنطاوي كوبري علوي، ثم جنوبا وبيعبر محور الدكتور اللواء عمر سليمان كوبري علوي، ثم بيتجه موازيا للطريق الدائري يعبر محور محمد علي فهمي كوبري علوي، ستشرفتنا منه دلوقتي، ثم محور الشهيد، ثم ينتهي عن محور حسب الله الكفراوي. محور ده فن طول 11 كيلومتر، 5 حارة مرورية في كل اتجاه. المحور ده فندم هيوصلنا لمحور مرور جديد سيادتك صدقت على بدء العمل فيه، هو محور الدكتور ياسر رزق. محور الدكتور يا فندم ياسر رزق يا فندم بطول 7 كيلومتر، 5 حارة مرورية في كل اتجاه، بيبدأ من تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي ومحور الدكتور سميرة موسى، ثم بيتجه غربا موازيا لكورنيش المقطم والطريق الدائري حتى التقائه بنهاية شارع 9 نزولا حتى طريق صلاح سالم. سيادتك برضه يا فندم صدقت على ربط محور الدكتور صلاح الشاذلي في متحف الحضارات بمحور الدكتور ياسر رزق، بحيث يا فندم يبقى جبنا الحركه المروريه من مناطق كورنيش النيل والقاهره القديمه وربطناها بمحور ياسر رزق، ثم بنتجه يا فندم شرقا، جبنا من الغرب للشرق. بالظبط كده يا فندم، وده اول مره تشتغلوا على المقطم في المنطقه الجبليه دي. بالظبط يا فندم، وهتربطوا المقطم من فوق مش كده برضه؟ سيادتك صدقت برضه يا فندم على تطوير الكورنيش المقطم معانا، فبذلك هيبقى ربطنا الكورنيش بمحور الدكتور ياسر رزق ونقل الحركه المروريه كلها من مناطق كورنيش النيل ثم وسط القاهره فشرق القاهره فحتى القاهره الجديده يا فندم. احنا هنخلص الجزء الرابط ما بين الدكتور صلاح الشاذلي تمام وياسر رزق. احنا يا فندم بندقق الدراسه النتيجه لطبيعه المنطقه الجبليه يا فندم ونقل العرض للسيادتك. كنت انا قلت ادرسوا حاجه كده في جوه المقطم فوق نفسه. بالظبط يا فندم، اللي هو محور موازي تاني للمحور شارع 9 كده. اه بصدق برضه صدقت ندرس ندرس برضه ربط اللي هو المحور ياسر رزق ان احنا نوصل لحد بيه لحد جهان السادات وجاري دراسته يا فندم. احنا بس احنا لو عملنا كده هنخفف على صلاح سالم خالص. بالظبط يا فندم، يبقى اي حد جاي من القلعه وجاي من السيدة عيشة والكلام ده يبقى الموضوع بالنسبه له سهل خالص. تمام، شرق وغرب يعني. تمام. فمحور سميرة موسى يا فندم اتعمل عليه اربع اعمال صناعيه، اولها يا فندم تقاطع اربع كباري تمام الكوبري الاول يا فندم تقاطع محور الشهيد وده تم بنسبه 100% يا فندم وتم تشغيله للمرور يا فندم. تاني كوبري يا فندم هو كوبري تقاطع المحور مع محور المشير محمد علي فهمي، وكان في الاول يا فندم كان هو اتجاه واحد بس يا فندم، فرده واحده بلوبه واحده، وسيادتك صدقت ان احنا نحرر له جميع حركاته المروريه، وبالفعل يا فندم الحمد لله يا فندم عملنا اعمال التوسعه وحقق له جميع الحركات المروريه يا فندم، وصل اطواله لمالي 2 كيلو تقريبا ان شاء الله يا فندم، ده يعني قبل نهايه الشهر هيكون داخل التشغيل باذن الله. ثم يا فندم مرورا يا فندم بكوبري تقاطع المحور سميره موسى مع محور اللواء عمر سليمان اللي هو قدام سيادتك ده يا فندم، احنا بالفعل بدانا نرفع اعمال الكمر بتاعته وان شاء الله يا فندم ضاغطين بحيث ان قبل برضه قبل نهايه الشهر يكون داخل يعني على العيد باذن الله يا فندم ان شاء الله. يبقى يا فندم اهم كوبري على المحور يا فندم واكبر كوبري هو كوبري تقاطع محور سميره موسى مع محور المشير طنطاوي. الكوبري ده يا فندم ليه طبيعه خاصه لانه بيعلو خط المونوريل اللي ماشي بالمشير، وده خلاني ما اقدرش اعمل محور او اكس في النص يشيل الكوبري، فاضطريت انفذ باكيه معدنيه بطول 72 متر وتعتبر يا فندم من اطول الباكيات اللي احنا بننفذها، بالاضافه يا فندم ان انا عليت بارتفاع الكوبري وصلت لارتفاع 25 متر يا فندم على محور المشير عشان احقق الارتفاع الامن لاعلى المونوريل يا فندم. وبالفعل الحمد لله يا فندم احنا بننفذ الاعمال يعني يا فندم بامان، جايبين شده معدنيه مخصوصه. ده يا فندم ان شاء الله هيخش معانا بنهايه شهر 5 يا فندم 30/5 خطته الزمنيه نظرا لطبيعته يا فندم، بس باذن الله احنا بننسق حاليا مع الاداره العامه لمرور القاهره عشان ابتدي اعمل التحويلات المروريه، عشان خلال 10 ايام النهارده هبدا اورد الكمر المعدني اللي اعلى المونوريل وابتدي ان شاء الله يا فندم ارفعه تباعا. طب انت خليني بس هنا ارجع عند الكوبري ده، ده هيربط الشمال بالجنوب بشكل كبير قوي. انتوا هنا لو انا النهارده جاي من يعني من شارع جمال محمد علي وعايز اخش على محور المشير اخش ازاي؟ احنا يا فندم عاملين صواني بتحقق دواري الدوران بحيث ان انا اقدر يا فندم الف وارجع واخد يعني اخد دواري الدوران يا فندم من الصواني اللي على المحور فندم. وانت عامل نفس الكلام هنا؟ وعامل صواني يا فندم على مسار المحور بالكامل، اقدر يا فندم اخد الطرق الايه العرضيه اللي بالكامل دي كلها يا فندم. طب انتوا من خلال تواجدكم هنا برضو كلام السؤال اللي انا دايما بساله. تمام يا فندم. في حاجه شايفينها ممكن نعملها و احنا يا فندم تقترحوها استكمالا يا فندم لسيادتك وتوجه دي يا فندم، ان احنا برضو طورنا الطريق مثلا زي مشير محمد علي فهمي ووسعناه لكل الطرق اللي بندخل فيها بنوسعها لخمس حارات مروريه زي ما سيادتك امرت.
فبحيث كل الطرق اللي احنا بنشتغل يمينها وشمالها بنوسع اللي موجود لخمسة حرام مروريه. ما احنا اتفقنا على حته الكتله دي كلها بالكامل ان احنا هنعمل فيها كده. تمام يا فندم. لكن احنا بنتكلم وانت ده كل ده متخطط. تمام يا فندم. انا بتكلم تخطيط جديد. تمام يا فندم. يا فندم طبقا برضه توجيه سيادتك في النقطه ديت، احنا جينا يا فندم في المنطقه بتاعت قوام سيادتك لما سيادتك امرت بالرط محور حسب الله الكفراوي يا فندم ومنطقه الاسمرات بمنطقه المقطم والربط المنطقه دي كلها بمناطق شرق القاهره يا فندم. احنا عملنا بجاري تنفيذ سيادتك صدقت الكوبري حاليا يا فندم بدانا لسه بادئين فيه دلوقتي اللي بيربط يا فندم محور اللي هو عمر سليمان ويعبر صنية المقطم يا فندم عند شارع 9 بالمقطم عشان يربط بمنطقه حسب الله الكفراوي. الكوبري ده يا فندم هيحرر فعلا الزحمه اللي كانت بتحصل عند منطقه المقطم، ودي نقطه يا فندم سيادتك كنت امرت بيها نتيجه يعني دراسه المنطقه. واحنا لو في اي حاجه تاني تمام اول باول كده وانتم موجودين في المنطقه ابعتوا المقترح للهندسه هم يعملوه. شاكرين، كل سنه وانتم طيبين. عايزين تقول حاجه تاني؟ شاكرين، شكرا جدا. دلوقتي نروح مع حضراتكم ونستعرض يعني اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، واللي كان من ضمنها انه رئيس الوزراء استعرض جهود منظومه الشكاوى الحكوميه خلال شهر مارس اللي فات، ونفي الحكومه ايضا فرض الحجر الزراعي رسوم جبريه على صادرات الفراوله المجمده. أخبار كتيرة حصلت امبارح، من أهمها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول شكاوى المواطنين خلال شهر مارس اللي فات، ونجحت المنظومة في فحص ودراسة 93 ألف شكوى وتوجيه 69 ألف شكوى منهم لجهات الاختصاص وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوي. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا بخصوص فرض الحجر الزراعي المصري رسوم جبرية على صادرات الفراولة المجمدة بالمخالفة للقانون. المركز تواصل مع وزارة الزراعة اللي قالت إن ده غير صحيح ومفيش أي رسوم جبرية على مصدري الفراولة المجمدة، وقالت كمان إن مصر بتحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وقيمة الصادرات وصلت ل 244 مليون دولار في عام 2021 مقارنة ب 153 مليون دولار في عام 2020، يعني بزيادة بلغت 91 مليون دولار. كمان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات بتوضح الحصاد الأسبوعي للمجلس اللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، وكمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الاجتماعات واللقاءات المهمة خلال الأسبوع اللي فات.